مصادر الطاقة التقليدية في طريقها للانتهاء. بيتوقع الخبراء إن العالم هيواجه أزمة في الحصول على الطاقة خلال 50 سنة الجاية، حتى عند أكثر الدول امتلاكاً لمصادر الطاقة. والبحث عن طاقة جديدة ومتجددة هو سؤال القرن الجديد. هانز زايدل مؤسسة ألمانية تعمل في مجال التنمية الإقليمية، اتعاونت مع مركز النيل بالسويس التابع للهيئة العامة للاستعلامات في مجال نشر فكر الطاقة الجديدة والمتجددة والاستفادة من تطبيقات الطاقة الشمسية في توفير المياه الساخنة لبعض الأماكن الخدمية. The Hansidel Foundation in a close cooperation with the SIS. Since quite a long time we are working on the topic of new and renewable energies. في الطريق للسويس من الصعب انك تتخيل انها مدينة محتاجة لسخانات شمسية او اي طاقة بديلة، لان عندها بترول وغاز. عشان كده كان اقناع الشباب بالعمل في المشروع امر صعب جدا. كان دورنا ان احنا لازم لو هننشر هذا الفكر ان يكون متوفر طبعا موضوع الصيانة، وان لازم نعمل وعي كافي للناس لاستخدام هذه التقنية، وده اللي احنا قمنا بيه خلال العام الماضي كله. كان شغلنا كله الترويج لنشر فكر الطاقات الجديدة والمتجددة في محافظة السويس من خلال استخدام سخانات شمسية. بدأنا ننزل بقى في الجهات اللي احنا المفروض ننشر هذا الفكر فيها، وكان شغلنا مع يعني ركزنا قلنا ان احنا ننزل في المدن الجديدة او في القرى الجديدة اللي موجودة في محافظة السويس، ونحاول ننشر هذا الفكر بين الشباب. عايزين حاجة تبقى متجددة على طول. أما بالنسبة كانت المعطوة كانت مشتقات الحاجات الطاقات، كانت يا إما البترول يا إما الفحم يا إما الغاز الطبيعي. لا، أقول الحاجات دي في الآخر هيجي عليه وقت وتنتهي. بدأوا يبصوا وينظروا إن هم عايزين إيه، عايزين طاقات متجددة. فبدأوا يبصوا للطاقة الشمسية. إقليم القناة السينا والبحر الأحمر بيشترك في حاجات كتيرة بالنسبة للموقع الجغرافي، بالنسبة للظروف المناخية بتاعة الإقليم، النشاط الاقتصادي، النشاط الاجتماعي، يعني متوائم متلائم في كل الظروف بتاعته. مراكز الشباب من أكثر الأماكن اللي بيرتادها شباب محافظة السويس. ومستشفى الشروق مستشفى جديدة، عشان كده تم اختيار الأماكن دي لتركيب سخانين شمسيين في السويس. So in Suez we are now on two places. On the youth center and the hospital, where we are installing some units of solar energy, units of water heater, to implement this as an alternative energy in Egypt, where you have a lot of sun, where you have all those possibilities. تم اختيار مركز شباب المثلث اللي موجود في منطقة شعبية. حي شعبي تجاري، في عدد كبير، في اكبر نسبه من عدد السكان في محافظه السويس، وهو اكبر مساحه ايضا. مركز الشباب موجود في مكان متوسط على مرأى من الناس كلها، عليه نسبه تردد عاليه جدا من الجمهور، حوالي 500 عضو موجود فيه بيترددوا عليه. تمت الاستعانة بأبناء محافظة السويس من داخل مركز الشباب وخارجه. والتدريب كان على مرحلتين، مرحلة نظرية ومرحلة عملية. اتكلمنا مع الفنيين على ايه هي السخانات الشمسية وفكرة عملها ونظريتها وتكوينها ومكوناتها، ثم قمنا بتدريب عملي اللي عرفناهم على التولز والآلات والمعدات والمهمات اللي تستخدم في تركيب السخانات الشمسية.
السخان الشمسي ده حضرتك ها مكوناته عبارة عن مجمع شمسي اللي بيستقبل أشعة الشمس وبيحولها إلى حرارة وبيخزن المية السخنة الناتجة دي في الخزان الحراري ده. أول مشكلة إن هي بتحلها مشكلة التلوث، هي السخانات ديت يعني بتمحي اسمها تلوث إن هي شغالة بطاقة شمسية. هي المشكلة هي الفكرة الجديدة الأول تمام علينا، يعني حاجة جديدة علينا، التكنولوجيا برضك لسه معاصرة ما دخلناهاش، بس لما دخلنا فيها وتعمقنا فيها التوسع كانت لذيذة جدا والفكرة بسيطة وسهلة خالص. وبالفعل الحمد لله احنا بدأنا التركيب في مركز شباب مثلث بوحدتين، ساعة الوحدة 300 لتر، وأيضا هيتم التركيب في مستشفى شروق بوحدتين أيضا ساعة كل وحدة 500 لتر. البحث عن مصدر جديد للطاقة أصبح مطلب ملح، خاصة مع تزايد انبعاث ثاني أكسيد الكربون للغلاف الجوي نتيجة لمخلفات الدول الصناعية الكبرى.